بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، كل سنة وهم طيبين. يعني إن شاء الله دي تبقى دي آخر محاضرة أنا بحاول فيها إن أنا أدي بعض الأمثلة المحلولة وبعض التجارب على بعض الديفايسز اللي إحنا خدناها. تمام، أتمنى إن أنتوا تكون معادلة يعني مفيدة بالنسبة لحضراتكم. اول اكزامبل هناخده على الموس في الترانزستور. الموس في الترانزستور المسألة بتيجي بالشكل ده. تمام، كل اللي انا عايزه بيقول لي اوجد الكيو بوينت. الكيو بوينت هنا المقصود منها الاي درين، الفي درين سورس، الفي جيت سورس، الفي بارك سورس، الفي تي ان لو هي مش معطل. يعني هو هنا مدين الفي تي نوت، دي الداتا اللي معطى مع الباور سبلاي. طبعا هنا عندي البولاريتي 6 فولت 10 فولت اند سو اون، والكلام ده كله مطلوب انا اجيب التيارات. زي ما احنا عارفين كلنا ان الديفايسز دي كلها نون لينير. فروم كيرش اوف ذا فولتج لو، في اللي هو اللوب ايكويشنز والنود ايكويشنز والكلام من ده كله، ادي احد الطرق. وبعدين الديفايس نفسه له قوانينه اللي بيحكمه، زي المقاومة ما لها قوانينها الداخلية اللي هي V بتساوي I في R. نفس الكلام هنا I له expressions احنا عارفينه، مثلا هنا I دي بتساوي ال KN على 2 V get source ناظر V TN كل تربيع. طيب تعالوا بقى كده نقول، يعني نفكر في المسائل دي ازاي. اولا هنا لو انا بصيت في 2 port input port، ادي input loop له 3 4 اطراف زي ما قلنا. الترانزستور اهو، ده الجيت، ده الدرين، ده البلق، ده السورس، وده الاوتبوت لوب او الاوتبوت بورتس وده الانبوت بورتس. طبعا كلنا عارفين ان الاي جيت ايكوال تو كام؟ ايكوال تو زيرو. طب الفولت اللي هنا الابلايد اللي هنا 6 فولت، الفي تي نوت 1، يبقى اذا ما دام ده الستة اكبر من الواحد يبقى الترانزستور ده مش في الاوف ستيت على طول. وقلنا في احتمالين تانيين، يا اما في اللينير ريجونز ودي لها قوانينها، يا اما في الساتوريشن ريجون ودي لها قوانينها. ادي القانون بتاع الساتوريشن. خلاص كده يا شباب، يبقى بمنتهى الموضوعيه كده بهدوء، انا عندي الفي جيت اعلى من الفي تي نوت اللي هو الثريشولد فولتج، يبقى اذا الترانزستور ده مش في الاوف ريجونز. يبقى انا عندي في احتمالين تانيين، انا عندي ثلاثة ريجونز اوبريتنج ريجون، يا اوف يا لينير يا ساتوريشن. يبقى هو يا اما هنا يا اما هنا، فيش احتمال تاني يعني. اوكي، لو بصينا لو جينا دخلنا هنا قلنا ان الفي جيت سورس اللوب ده هيقول لي حاجة مهمة جدا، ان الفولتج دروب ده زائد الفولتج دروب ده زائد الفولتج دروب ده بيساوي الفي اي كيو اللي هو 6 فولت. صح كده يا شباب؟ ماشي كده ولا مش واضحة؟ من اللوب ده بس الاي جيت بكام؟ بزيرو. يبقى الدروب هنا بكام؟ ده 600 كيلو اوم. مالك ما يجراش حاجة، بس الاي جيت ايكوال تو زيرو، وبالتالي الفي جيت سورس هيساوي الفي اي كيو ناقص الاي دي في الار اس، حيث ان الاي اس بيساوي الاي درين زي ما احنا قلنا، لان الاي بالك ايكوال تو زيرو رخر، التيار اللي هو بزيرو. تمام؟ الفي تي بيسميها الافكتيف الثريشولد فولتج، الفي تي ان لها قانون، القانون اهو في تي ان بتساوي الفي تي نوت في جاما اللي هي البودي افكت جذر التربيع الفي سورس بالك ناقص 2 فاي اف ناقص جذر التربيع ال 2 فاي اف. اوكي ماشي يا شباب. طيب يبقى انا لو الفي سورس بالك ده انا عايزه، الفي سورس بالك اهو، الفي سورس فروم النقطه دي للنقطه دي بيساوي الاي دي في الار اس ناقص زيرو. واضحه ولا لسه مش واضحه؟ يعني الفي تي هنا مش في تي نوت، في تي ان، والوادي القانون بتاع الفي تي ان. خلاص يا شباب، واضحه كده ولا مش واضحه؟ اذا في اللحظه ديت انا عشان اجيب التيار اللي هو الاي درين ده هو اللي انا عايزه، عايز الكي ان، الكي ان مديها لي 25 مايكرو امبير بالفولت تربيع، عايز الفي جيت سورس، ادي مجهول، عايز الفي تي ان، الفي تي ان ادي القانون بتاعه، دي ثابت ودي ثابت ودي ثابت ودي ثابت، وبالتالي الاونلي المتغير في سورس بالك. خلي بالك من المساله، لو الفي سورس بالك ايكوال تو زيرو
يبقى ده جذر 2 اف اللي هو الفاي اف الفيرم ليفل بوتنشلز ناقص الاثنين جذر، وبالتالي الكلام ده بزيرو. ولو وبالتالي لو النقطه دي كونكتد اللي هو الفي بالك سورس ده بزيرو، يبقى الفي تي نوت بتساوي الفي تي، الفي تي ان بتساوي الفي تي نوت على طول، تساوي 1 فولت وثابته. خلاص كده ماشي. طيب انا جيت لغايه دلوقتي انا تايه، ما يعني انا طبعا ادي معادله وادي معادله. طب المعادله دي لو عوضت طبعا الفي اي بقى ده 6 فولت، لو عوضت بيها هنا هحصل على معادله هبتدي انا في النقص في النقطه دي عندي طريقتين، يا اما اشيل الفي جيت سورس بالك واحط واعوض بيها هنا هطلع لي معادله من الدرجه الثانيه واحلها واجيب. طبعا انت عارفين حل المعادله من الدرجه الثانيه ازاي، وابتدي احسب هاو ماتش الاي دي وارجع تحت تاني احسب الفي جيت سورس ويبقى كده، وبعدين ابقى ارجع احسب الفي درين سورس الفي درين سورس من اللوب ده. الفي درين سورس هتساوي الاي درين في الفولتج ده والاي درين في المقاومه دي في المقاومه دي ناقص ال 10 فولت يديني الفي درين سورس. يبقى انا كده جبت الاي دي الفي درين سورس في جيت سورس في سورس في بالك سورس في تي ان، وبعدين هبتدي اشوف الاوبريتنج ريجنز هي هل هي ساتوريشن ولا لينير. واضحه ولا لسه مش واضحه؟ يبقى الحل الاولاني ان انا اعوض بالمعادله دي هنا واحل معادله من الدرجه الثانيه اند سو اون. احد الحلول الثانيه اللي احنا يمكن شفناها قبل كده اللي هي ان انا ابتدي اشتغل تراي اند ايرور، افرض الاي درين واجيب منه الفي جيت سورس، افرض الاي درين اجيب الفي سورس بالك اجيب الفي تي ان اجيب الفي جيت سورس تمام، واشوف الاي درين ده المعادله دي متحققه ولا لا. اذا كانتش متحققه يبقى الفرض غلط وابتدي اعمل اتريشنز تاني اند سو اون، اللي هي الجدول اللي قدامي ده. فرضت الاي درين، جبت الاي درين سورس، جبت الفي جيت ان، جبت الفي تي نوت، جبت الاي داش بقى اسمها هو اي داش. امتى بقى المعادله لما الاي داش لما الاي داش يساوي مين؟ الاي دي اللي انا فرضه. ماشي يا جماعه، يعني انا جبت الفي جيت سورس هعوض في المعادله اللي فوق اهي، هعوض في المعادله دي اجيب الفي جيت سورس اجيب الاي دي بس هسميها اي داش. لو دي بتساوي دي يبقى انا كده ايه. ودي تقريبا يا شباب كنا احنا حلينا مساله زيها المره اللي فاتت. اوكي، يبقى دي بسميها تراي اند ايرور، او ابتدي احل معادله من الدرجه الثانيه اند سو اون اللي احنا هنشوفها المره الجايه. كده انا ابتديت احصل على الفي درين سورس، احصل على الفي جيت سورس. طب افرض الفي درين سورس اكبر من الفي جيت سورس ناقص الفي تي ان، الفي درين سورس اكبر من الفي جيت سورس يبقى المعادله دي صح. افرض الكلام ده لم يحقق وبالتالي يبقى الترانزستور في اللينير، وبدل المعادله دي هستخدم معادله اللينير تاني ولا لسه مش واضحه؟ اند سو اون. واضح؟ يبقى انا بحل المساله عن طريق احتمالين، الاحتمال الاولاني ان هي تبقى في الساتوريشن وادي الفرض، ابتديت افرض ده واجيب النقطه دي واجيب في سورس بار واجيب الفي تي ان، وبعدين من هنا اجيب الفي جيت سورس وارجع اعوض هنا اطلع الاي دي، لو الاي دي سوى الاي دي يبقى كده مظبوط المساله كده صح. اوكي، طول ما هي ما بتساويهاش فانا بحاول اعمل اتريشنز تاني. اوكي، طب نفرض ان انا لقيت الدنيا مش ماشيه، يبقى الفرض الاولاني غلط ان المنطقه دي القانون ده مش صح، وانا هشتغل في اللينير ريجن واستخدم قانون اللينير ريجن. وادي الاتريشن ودي موجوده في الكتاب اللي مع حضراتكم. الاكزامبل الثاني على انا 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 الجيفت هي نفس الكلام. ادي المساله لازم اعرف الترانزستور بتاعي الجيفت هو معرف بالاي دي اس اس 5 ملي امبير، والفي بنش اوف بيساوي ماينس 5 فولت، ده لو ان تشانل. اوكي، ببتدي انا المطلوب مني اجيب الفي جيت سورس والاي دي والفي درين سورس. انا برضو عندي هنا في اكتر من احتمال، هنا عملها بقى بالطريقه الثانيه بطريقه اللي هي الايكويشنز.
الاي جيت في الار جي خلي بالك ده بصفر، في جيت سورس زائد الاي اس في الار اس، وبعدين حط المعادله بتاعت، يبقى اذا الفي جيت سورس تساوي ماينس الاي دي اس اس في الار اس في واحد ناقص الفي جيت سورس على الفي بنش اوف تربيع. واضح كده؟ يبقى هو عوض بالمعادله ان الاي درين او الاي سورس، الاي سورس الاي اس او الاي دي بتساوي الاي دي اس اس في مين؟ في واحد ناقص الفي جيت سورس على الفي اللي هي الساتوريشن ريجونز. وبعدين هنا الجزء ده بزيرو، الاي جيت في الار جيت ده بزيرو لان الاي جيت بصفر اصلا. تطلع معادلة من الدرجة التانية، هي المعادلة من الدرجة التانية هتطلع لي حلين ماينس 1.9 من عشرة وماينس 13. الناقص 13 ده الفرض الاولاني مش مظبوط لان كده مش هيبقى في هيبقى في اللينير ريجون وانا فرض وبنش اوف، يبقى هاخد الحل ده. اوكي ماشي، يبقى الفي جود سورس بناقص 1.9 من عشرة، وابتدي اقول ان الاي درين من المعادلة هبتدي هحسب الاي درين بكام اند سو اون، وابتدي احسب الفي دي اس بكام، يطلع 26% فولت، وبعدين اعمل تشيك. تمام كده يا جماعه، هل فعلا الترانزستور في الساتوريشن ولا في اللينير ريجون؟ ماشي كده يا جماعه، واضحه ولا مش واضحه؟ وبعد كده بنقول بقى الكيو بوينت هي عباره عن الاي درين والفي درين سورس ات سيرتن في جيت سورس. نقولها تاني دي ولا كده كده وضحت؟ يبقى انا عندي قانونين هنا، القانون ان الترانزستور هنا معرف ب، اولا لو ان الـ ان ان الترانزستور يا اما يعني الفي جيت عالي جدا بحيث ان هو يعمل بنشنج بنش اوف وبالتالي الاي درين بيساوي زيرو. اوكي، لكن هنا الفي جيت سورس بماينس 1.9 من عشرة، يعني ده بعد المعادل، لكن انا بحله هنا اهوت من اللوب ده نفس الكلام ومن اللوب ده، وبستخدم الكاركترستيك ايكويشنز اللي هي بتقول ان الاي درين سورس بيساوي الاي دي اس اس في واحد ناقص الفي جيت سورس على الفي بنش كل تربيع. من المعادلتين دول بطلع معادله من الدرجه الثانيه وبحلها، بشيل الحل اللي مش مقبول، بشيل الحل اللي مش مقبول اهوت، وبعدين بختار الحل الاكسبتد واطلع الاي درين، وبعدين اضل اعوض اطلع الفي درين سورس بتاعتي بكام، تطلع 26% ويطلع الدنيا ان فعلا الفي درين سورس اكبر من او افتر البنش اوف بوتنشال. اوكي ماشي يا شباب، ده في حال يعني انا في كل مره بستخدم المعادلات بتاعتي اللي انا بستخدمها. لو المعادلات دي بصيت عليها بالنسبه للجنكشن دي يمكن شفتوها قبل كده، فور اول ريجون الاي جيت ايكوال تو زيرو، في الكات اوف الاي درين لو الفي جيت سورس اقل من او يساوي الفي بنش اوف. تمام، ترويد ريجون ادي القانون، والبنش اوف ريجونز ادي القانون اللي احنا يعني هنا ما ادانيش لندا او الشانل لينس موديليشن، ودي مش هنركز عليها قوي دلوقتي، هنتركز على الايديال كيس ان التيار ثابت ولا يعتمد على الفي درين سورس. اوكي يا شباب، هو اختار الريجون ده عشان كده قال ايه ان انت تعمل تشيك. اوكي كده احنا تقريبا يعني انا يبقى البروسيدنج بتاع الحل ان انا عندي الترانزستور نفسه له كاركترستيك ايكويشنز اهي، اي دي اس اس واحد ناقص الفي جيت سورس على الفي بكل تربيع، ده وهو بنش اوف ريجونز، وعندي ايكويشن طالعه من مين؟ من السيركتس، بعوض فيهم. تمام، بطلع المجاهيل بتاعتي بحيث ان انا يعني اعرف احد المجاهيل ستيب باي ستيب كده، طلعت الفي جيت سورس اطلع خلاص بقى الفي جيت سورس اتعرف، يبقى الاي درين اتعرف، يبقى الفولتج الفي درين سورس اتعرف. لكن كلمه كيو بوينت هنا معناها الفي درين سورس بكام والفي جيت سورس بكام والاي درين بكام، اهي الفي جيت سورس بكام والاي درين بكام والفي درين سورس بكام. ماشي يا شباب، اتمنى ذلك تكون وضحت في التو اكزامبلز دولت. طبعا احنا اشتغلنا معمل، عملنا الدايت كاركترستيك، الباي بولر جانكشن ترانزستور كاركترستيك، عملنا الموسفت، ما اعرفش عملته الموسفت ولا لا، والجيفيت.
اللي تم في الدايت كاركترستيك ان انا وصلت دايت بالشكل ده عليه بطاريه فولت، البطاريه دي بتتغير وفي هنا ريزيستنس وفي اميتر وفي فولتاميتر. كل اللي انا عملته يا شباب ان انا زودت الفولت هنا، خليت الفولت هنا بزيرو او خليته باتنين من عشرة اهوت. ثم بعد ذلك قست التيار زودت شوية لغاية ما بقى 22%، وقست التيار انسون لغاية ما وقت بوينت 56% وقست الكارنت. وطبعا دي الداتا اللي انا حصلتها. يبقى الفولت اكس ده هو الفولت اللي على الدايد الفي دايد. اوكي طيب، ورسمت الكيرف ورسمت الكيرف بتاعي. اوكي طب ايه المطلوب بقى؟ خلاص انا اتاكدت ان الدايت ده بي ان جانكشنز بيوصل في الفورورد اهو، والكرنت في الريفرس تقريبا زيرو. لكن الكرنت هنا الاي بيساوي الاي دايودز بيساوي اي اس اس او الريفرس ساتوريشن كرنت اي او سي في على الفي تي ناقص واحد. انتوا عارفين في تي يعني ايه؟ ده الثيرمال بوتنشال، ده الثيرمال بوتنشال اللي هو بيساوي 25 من ملي فولت. الفولت ده الفولت على الدايود. طيب هل نقدر نطلع الاي اس اس اللي هو المقدار ده كله من الداتا دي؟ هاو ميني اي اس نقدر نطلعهم؟ ادي واحد. انا ممكن انا عندي هنا التيار، ادي الفولت 2 من 10 وادي التيار اهو. يبقى 1.29 من 100 نانو امبير بيساوي اي اس اس اي اس 2 من 10 على الفي تي ناقص 1. هطلع لي الاي اس. طب تعالى بقى نطبق عند ال 22 نفس الكلام. ال 22 اسف 2.68 من 100 نانو امبير بتساوي الاي اس اس اي اس 22 من 100 على الفي تي ناقص 1 لغايه بوينت 56 اللي يبقى 832 مايكرو امبير. 832 مايكرو امبير تساوي الاي اس اس برضه، لان الاي اس اس ده ثابت اللي هو ريفرس ساتوريشن كارنت. اي اس 56 من 100 على الفي تي ناقص 1 كده هيطلع لي. مفروض هيطلع لي ادي الاي اس اس ده هيطلع لي من هنا قيمه. يعني انا ممكن اكتب هنا اي اس اس واطلع قيمته هنا و2 و3 و4 و5 و6 لغايه هنا. طب اخد اي واحد فيهم. هنا بقى بيطلع بيظهر المانيفاكتشرز بتاع الدايودز بيعمل التجربه ديت اللي انتوا عملتوها ويحسب الاي اس اس بكام، بس بيحسبه عند اكتر من نقطه زي كده، وبعدين ياخد المتوسط وبيسميها التيبيكال فاليو. دي القيمه اللي بيحطها لك في الداتا شيت بتاع الدايود صاحبنا ده اللي بيسميه دايود 1 دايود 2 دايود اي دايود اي اكس بي اي اس اي كود نمبر. اوكي يبقى اذا مطلوب من التجربه دي حضراتكم عشان دي تجربه. انا مديك الداتا اهو، مديك الفولت على الدايودز والكرنت في الدايودز، الفولت على الدايود والكرنت على الدايود. عايز نحسب الاي اس اس بكام. اوكي يا جماعه اللي هي بيسميه الكاركترستيك بارامتر اوف دايود، الاي اس اس بتاعته بكام. ماشي كده ولا لسه مش واضحه؟ ده المطلوب من التجربه الاولانيه. حضرتك ممكن تاخد الداتا اللي انت خدتها في المعمل، يعني انت ممكن تاخد الداتا اللي سعادتك طلعتها في المعمل، الفولت على الدايود والتيار في الدايود، وتحسب لي الاي اس اس للدايود اللي انت اشتغلت عليه. انا جايب هنا ده دايود، ده دايود تاني. عايز تحسب على ده احسب على ده، تحسب على الدايود بتاع الداتا بتاعتك احسب عليها. ويا ريت يتكتب الكلام ده في الريبورت او في الكراسة المعمل يعني ان شاء الله. لو احنا برضو بصينا للموسفت، طبعا هنا ادي الموسفت كاركترستيك. انا عندي في جيت 1 في جيت 2 في جيت 3 اهو، في جيت سورس 1. كل ما الفي جيت سورس يزيد كل ما التيار يزيد. وهنا اللينير ريجون وهنا الساتوريشن ريجون. اوكي وادي الفي درين سورس، دي الفي درين سورس، وادي التيار الاي درين.
at variable V get source. ال V get source هنا بنص فولت، هنا بخمسة وسبعين من مية فولت، هنا بواحد فولت. يبقى ال variable هنا V get source. ادي واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة. طب انت عايز ايه؟ وابتدينا برضو نغير في الفولت، نغير الفي درين سورس ونحسب وناخد التيار عند، لو ثبتنا الفي جيت سورس ده وعملنا الكولمز ده ورجعنا عملنا التجربة تاني وخلينا الفي جيت سورس بخمسة وسبعين من مية وخدنا الكولمز ده. طبعا واضح جدا ده مكتوب سبعة بوينت اربعة اربعة تلاتة فور اكزامبل، سبعة بوينت اربعة اربعة تلاتة تلاتة ده والرينج بتاع ال اهو، يبقى هو ده اللي في النص، يبقى 7 4 3 ملي امبير. ادي اليونتس اهي، دي اليونتس ملي امبير. اوكي طيب خلاص، ده المفروض ناخد الكلام ده نرسمه هيطلع لي الكيرف ده. تمام طب تعالوا بقى ايه المطلوب زياده في الجزء ده، تعالوا نشوف. انا عندي الايكويشنز، طبعا انت هنا في الاوف ريجونز، في الاوف ريجون هنا الاي درين بكام؟ بزيرو. في اللحظه دي الفي جيت اقل من الفي تي ان، الفي جيت اقل من الفي تي ان، لكن ده الفي جيت اعلى من الفي تي ان، وده ابتدت الجيت يعلو اكتر من الفي تي ان، ده اعلى واعلى من الفي تي ان. اوكي طيب الفي تي ان بكام؟ لو احنا بصينا للمعادلات، ما هو دي المعادلات بتساوي الاي دي بتساوي كي ان في الفي جيت سورس ناقص الفي تي ان ناقص الفي درين سورس على 2 في الفي دي اس. ده في اللينير ريجون ودي ان ساتوريشن ريجونز. طيب انا انت لو حبيت تحسب التيارات دي مطلوب مني ايه؟ عايز احسب الفي جيت سورس بكام، او لو انت اديتني الفي جيت سورس اهو، الفي جيت سورس والفي درين سورس اهو، اقدر اعرف اشتغل في هنا ولا هشتغل هنا، واقدر يعني افرض انا اديتك الفي درين سورس اكبر من الفي جيت سورس ناقص الفي تي ان. طب واديتك الفي تي ان ما بس ما عندنيش الفي تي ان، قلت لك خلي بالك ان الفي درين سورس ده اكبر من الفي جيت سورس ناقص الفي تي ان، هتقول هشتغل بالمعادله دي لان انا كده في الساتوريشن. طيب عايز مين هنا عشان تحسب التيار؟ عايز الفي جيت سورس والكي ان اللي هي دي على بعضها، الكي ان بكام؟ وعايز الفي تي ان. الكي ان والفي تي ان دي بسميها الترانزستور تكنولوجي بارامترز، ودي بنجيبها من الداتا شيت، ودي بنجيبها من الداتا شيت. طب نفرض ان انا اديتها لك من الداتا شيت، تقول لي على طول اللي انت عملته ده كله، انا ممكن اطلع لك الجدول ده على طول. هتطلعه ازاي؟ هاخد اعوض في المعادلة دي كي ان عندي، والفي جيت سورس انت مديها لي، والفي تي ان موجودة، يبقى اعوض بيه بالاي درين، صح كده؟ وهتلاقي الكيرف اهو تقريبا التيار ثابت اهو، 2 8 2 7 7 7 2 6 تقريبا ثابت. هنا هو مثلا على سبيل المثال 7 5 7 5 كله اهو 7 7 7 7 ملي امبير، 13 13 ملي امبير اند سو اون. الله، يبقى الايكويشن دي كده ابروكسيميت صح. بس انت عايز مين بقى؟ عايز الفي تي ان وعايز الكي داش. يبقى انا عندي طريقتين للحسابات، يا اما اديك الكي ان والفي تي ان واقول لك احسب لي التيارات والفولتج زي المسالتين اللي فاتوا، او اديك الفولتج والتيارات واقول لك احسب لي الترانزستور بارامترز. ده مطلوب من حضراتكم تحسبوا لي بقى باستخدام الداتا اللي موجوده دي في الجدول ده الفي تي ان بكام، والفي جيت سورس بكام، اسف الكي ان بكام، الكي ان بكام والفي تي ان بكام. ماشي، انا لو ما كان حد منكم زي ما قلت لك اي نقطه منهم، اي نقطه منهم، نقطة واحدة من دول هنا، وممكن تحسب أكتر من نقطة وتاخد المتوسط. يعني نقطة واحدة بس، كيو بوينت واحدة من دول تقدر تديك الكي في الفي ان بكام والفي تي ان بكام. أوكي؟ ليه؟ لأن أنت عندك الفي درين سورس، عندك الفي جيت سورس، وعندك الأي درين بكام. يعني لو بنص وواحد يبقى 2 7 25 من 100. عندي دي بس أنت خلي بالك عندك مجهولين، كي ان والفي تي ان، يبقى عايز معادله ثانيه تاخد عند قيمه ثانيه وتطلع النتيجه. يعني تعمل معادلتين يعني، خلاص كده يا جماعه؟ وبالتالي التجربه دي المقصود منها هاو تو كالكوليت
ترانزستور تكنولوجي بارامترز الكي ان والفي تي ان. اوكي يا جماعه، اتمنى ان انتم تقدروا تحسبوها من الجدول ده. المثال الثاني وهو نفس الكلام، الجي فيت برضه نفس الحكايه، لان شارل وطلعنا النتائج عند سيرتن فيجيت سورس ماينس 5 ماينس 25% زيرو، وادي الفيدرين سورس ومديني التيارات بتاعتي. اوكي، التيارات ديت اللي هي ثابته ديت اللي هي 666 تقريبا 6 مايكرو امبير باليونتس بتاعتها بالشكل ده، اللي مختلفه بيحط لك جنبها بيكو امبير اهي، بيكو امبير. ماشي، المطلوب من هنا نحسب الاي دي اس اس بكام والفي بنش اوف اللي هي بيسميها الجي فيت تكنولوجي بارامتر، نفس الكلام اللي فوق. اوكي يا جماعه، اتمنى كده، انا يعني اعتقد ان احنا كده خلصنا. كل سنه وحضراتكم طيبين، واتمنى ان شاء الله لكم التوفيق. خلي بالكم ان ديت احد الشيب اللي احنا صممناها هنا في جامعه الزقازيق. كنت انا والمهندس ودكتور احمد رضا زميل لينا، يعني طبعا تعرفت على الصور بتاعته، هو موجود في الصين دلوقتي، ربنا يكرمه ان شاء الله ويجي. فدي شيب احنا صنعناها هنا، مش عملناها ديزاين هنا وصنعناها في امريكا. وادي الشيب من جوه بعد ما صورناها جوه، دي طبعا جوه هنا مجموعه من الترانزستور والموس والترانزستور والدايدز والريزيستنس، ودي ان شاء الله امور كلها نتعلمها مع الزمن ومع يعني ان شاء الله رب العباد تكونوا يعني كورس يوسف بالنسبه لكم وتقدروا تستفيدوا منه زي ما احنا استفدنا من حضراتكم كده. وكل عام وحضراتكم بخير، واتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله رب العباد يعني ما تخافوش، حاولوا تذاكروا، حاولوا يعني الامور تبقى تشغل دماغك، هتلاقي الامور بسيطه جدا. الامتحانات مش هتطلع ابدا ابدا عن المحاضره او السكشن، مش هنحاول نتفلسف عليكم يعني، لكن انتوا شفتوا الفلسفة اللي انا بتفلسفها جوه التعامل، يعني ممكن تبقى فلسفة بسيطة جدا عشان نشوف الطالب الصاحي، الطالب اللي كان صاحي وهو قاعد في المحاضرة وبرضه بيشغل دماغه. كل هدفي ان انا اخلي ان انا اتاكد ان حضرتك بتشغل دماغك، فارجو ما تعديش حاجة ما انتش فاهمها. واحنا كلنا طاقم الالكترونكس، تيم الالكترونكس في القسم تحت امركم، اي حد هتساله مش هيقول لك لا. واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، وربنا يعافينا ويشفينا ويشفي كل مرضى المسلمين ويزيح البلاء والغم عن مصر وعن البلاد المسلمين يا رب وبلاد العرب جميعا. كل سنه وانتم طيبين، متشكرين جدا.